صباح الخير والنور والسرور. شكرا لكل اللي اتصلوا وطرشوا مسجات تخبرون حسب بالبارحة اني انا ما ظهرت. وطال عماركم انا بخير وسهالم من رمى علي باس. قيلت البارحة في ابو ظبي وامسيت ابوي في العين، الله مالك الحمد. وفيما يختص في ييتي العين، كنت معزوم على القهوة عند احدى العوائل في منطقة زاخر، قهويت وعينت من الله خير، سولفنا ورمسنا لين مال العود واحتنى، وبياض الوجه منهم ومن كرامتهم بيض الله طيوفهم. وفيما يخص الزيارة كانت ما بسرية، يا كأنه ما بكل شيء الواحد بيروم يظهره، حد من العرب ما يبي يظهر بيته ولا علمه ولا خبره ولا مايوبه، يعني كل إنسان له خصوصيته، وأنا أحترم خصوصية العرب، يوم ما يبون شو غصب زوره. لأنها الجلسة كانت كلها حريم، يعني كلها حريم، أصور حريم الوادم ما يبون العربي، خيلا عجيب سالفة ما يبون اللوادم. وأنا عن زيارة شبرة العين لا بد ولا عذر، لا بد ولا عذر، ما ألقط الدورة من زيارة شبرة العين حتى في حال مالي سنة، حتى لو مالي لازم، لا بد ولا عذر من جية شبرة العين، ما ألقط الدورة منها أبدا. مازين شبرة العين ومازين خناخيش، مازين شبرة العين ومازين خناخيش، اسمها كذا. عبره. إيه. وهذا. هذا شيشي. إيه. هذا خلاص. أيوة. هذا خنيدي بي. جش رملي بي. جش الرملي. نبتة سلطان. أيوة. إيه. نبتة سلطان. نبوت سلطان. وهذا شو؟ هذا بقل دحال. بقلة الدحالة. آه بومان. بومعان. شو؟ الكبار. بعدنا نبتة سلطان هذا، وهذا خنيز كبار ها؟ ما شاء الله. درجة أولى، كل شغلك فنان، أنت بكبرك فنان. هذا ولا واحد من هالحولي؟ هذا. هذا حولي؟ إيه. يا ربي من؟ كيف هي؟ ودرها شبرة العين، شوف الله عليك. شوف الخير، شوف الخير، شوف اللوم. يا هلوم، يا هلوم. ما شاء الله تبارك. حسين؟ لا سراري ما جاي كبار؟ ها؟ وين؟ سراري كبار حب عوده. وين؟ لا ابوي حبته صغيره، سراري هذا سيرها طوال. سراري سراري عندك هذا ابوي ما بسراري، هذا سراري هذا عقم. هاي عقمه. لا سراري ها مخبط شوزر. هذا كلين قدر فيه. بارك الله مثل دور خل حولي بارك الله فيك، خل حولي. ها؟ طالعي لي حولي شرق لو غرب. اسود اسود اباه يعيب هاي خصوصي ادور خل حولي. لا ما بغاوي. لا شيء كله جديد. كلام قبل عطيتيني كم شهر جاي؟ من 4 شهور. تبينهن هايل؟ انا 20. واخره؟ 15 باخذهن كلهن. لا حول. بيتي بيزات فوق ابوي بيزات فوق ما عندي انا كل صبر اشتري. اشتري صبر. اشتري صبر؟ هي. مرحبا بك. يعل راس السالم. يعل راسك ما يدفن. طال عمرك بارك الله فيك. اعطتني طال عمرك الخمس ب80 وانت تبين ابوي الاربع ب100 دياية عن فرس انت. لا خمس والله لا ساعة لا ما يا ساعات لا الحين لازم يوم يبي يصور ما بلازم يشاور انت حياسه شاور تبرايني لو ما برايني يا رجال الله ياهن بارك الله فيك هاي الخمس وانت من عندك انتين يلا كل الحين مش راي هذا عنكر هذا فال الصبح خلطيهن هاي مالاتك انت ومالات ربيعتك لا واحد هي هل حنا مال وين؟ مال عمان. ما اشوفها كان ذرق طير. طشونه ما يسد ابوي. وين بلقط حنا سهيله؟ لا حنا واسط انا ما ابغى معذر من واسطه من اهلها، انا ابوي ادور حنا السهيله. هي وين بلقط حينه؟ مره يكذب لا يقول عندنا حنا سهيله. يكذب.
فزح يعود ابوي. هاي هي اللي عندها الالاف، هاي هي ام الالاف، هاي ما عندها كسر الف. لا 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 خردي لي بارك الله فيك، انا ادور كسر الف الحين. حرم ابوي انا عندي حرمتين. شوف شوف يا هلا ما عندها الدوت ظهرنا النيطان. وابوك ظهرنا البنيطان اللي لا تايد ولا تعلم، اظهرنا النيطان يتخالفن. ما شاء الله ما شاء الله، شوفين دوت هاش وصل العيون. قلت انت الحين 40 بتشلينها انت لما بتعقم عني شيء؟ قبل عقيت مقبليات الحين اشترى شيء جديد. كم عطيتيني انت؟ زدتيني انت؟ يا ربي هذا هالكرم كله عندكم انتوا؟ انت من هالوين مايا؟ مايا بني شامس، الكرم مخلف عليهم بارك الله فيك. يا رت الله يا رت الله يا الغالي، لكن عاد قصرتي بما دورتي لي حنا السهيل. بعد شهور انت سالت عني. هي هي هي. ايش تبين اني اسوي عاد اباي غدي حولي؟ ما غدا حولي. اكرمكم الله مشكورات وما قصرتن. مع السلامه يا البنات، جزاكن الله خير يا الحلوات يا الفنانات. ياركن الله ياركن الله. بعطيك ثلاث ربيات ما بعشر. لا تعطيني فلوس انا ودي خلاص. لا ثلاث ربيات، هاي خريطتين صغار ثلاث ربيات لهن. وصلت تقول لي بعشر، ثلاث ربيات. لو تنطر في خمرة راسك خلا ما بتشوف غيرهن. قولي لي ترى ثلاث كلام. ها هك يلا يلا يا ابوي روحك انت ما تروم تشل عمرك. يا رك الله يا رك الله خنخون يا رك الله. ربنا العافيه يلا مع السلامه. يي تشبرت العين لا بد ولا عذر منها يا ابو كل. يي تشبرت العين روح تطول العمر، ما زين الا تشبرت العين. كان يبوك نار الله الموقدة. لو شيء حر يا غير ما شيء رطوبة. اللهم لك الحمد رطوبة ما شيء. خطفت خدت يونية يسمونه طحين مكينة، هو طحين بر. حد يسميه طحين مكينة، حد يسميه طحين بر. شو بتسوي بعدك؟ شو تربط بويها غراس ما يبان تربيط؟ ما بهوش هايل، ما بهوش بارك ما حبال ما يبان حبال بارك الله. بتربطهن شو حقه؟ ليش بتسوي ربط؟ ليش تسوي ربط؟ عشان ما يحرك. ايش حقه ما يحرك؟ غنم هذا؟ ما بهوش هايل ما بيتحرك بارك الله فيك. كرتون يطرب تسمعه؟ هذا اللي يميز جو العين عن جو ابو ظبي. لو تمشي ما تمشي، نقطة عرق ما تطيح منك لأن ما شيء رطوبة. حرام يا اني امشي الحين، مشيت اكثر عن ما يقارب 700 متر او كيلو ولا نقطه عرق صبت مني. ما تشوفون العرق وين سايرين؟ سايرين العين. وين جايين؟ جايين من العين. ابوي الواد انتشرت من البقع الساحليه وتيجي دل انت ابوي تتبرد؟ يتبردون في العين والله وقسم بالله ولا نقطه عرق ولا نقطه عرق طاحت مني. ماشي حولك البلاد حافة حافة. ما تشوفون انتم هالعين؟ اغلبية تم ذكر وانثى بياض بحمرة يلقون بكبرهم. وكل شيء في العين يختلف، هبشرات اي بلاد كل شيء فيها العين يختلف. سبحانك يا رب. مثلا عندك الحين انت يسدك الا بساتين هالعين، بساتينها روحها تسد وتكفي عن كل شيء. وفلاية تو شرايحها شو بتخلي؟ بضف المثل لو عندك الحين انت انك صرمتين، فسلت وحده في المدينه الساحليه، فسلت الثانيه في العين. من يدور عليهن الحول ولا الحولين فرق السمع عن الارض. ليه مفسوله في العين بتحراها بنت 5 سنين، وليه مفسوله في المدينه الساحليه ما بتغدي شرات هايك؟ لا ليه في العين اسوى بلك وديه فرق السمع عن الارض. شيء شاسع الفرق يعني. الاختلاف حتى بحجم الكربة، حجم الكربة في اختلاف، والاختلاف حتى بلون اليريد ولون الخوص. انت لا تسير بعيد، ليش حق اسير بعيد؟ انت شوف اللوادم في العين قهام عيونك طوال نخارير ما شاء الله عليهم، وطالع البقع الساحلية والمدن الساحلية سبحان الله كانهم ريايل لو حريم. يوك التحراهم حب حوب دياي فافت على هالكبيرو
عقم قنبو عكلي ايها اليوم عاده كان ما ينقموني ابوي هل بالساحل اليوم يقولوا لي اليوم انت غادي الحيازي نحست حق هل العين. انا لو عندي الشور وعندي الراي وعندي اتخاذ القرار لعزر ابوي الطويل ياخذ قصيره والقصيره ياخذها طويل. يا جماعه الخير هالقرار وايد فنان يعني بيفكنا من قوم بعكلي ها قوم العقم هايل قوم احمد يكيكي ها مشكله حرمه وقصيره بعد يعني تمشي الحال لا حول لا قوه لكن ريال وقصير ريال وقصير لا وفجري بعد شوف انت ريال وقصير وفجري يعني كم بيرجعون العرب كم بيعدلون فيك طرطر نعود ما يترقع ابوي يدور لك بلاد. ترى يا جماعه الخير الحين الطول ما بعسب العرس حتى شيء من الوظايف يقول لك الوظيفة هاي كان قصير غير مرغوب فيك ثلاث لو أربع وظايف أنا اللي أعرفهن ما بثند عادة عسب ما حد ينقمني اللي أقل عن 175 غير لائق للعمل يكتبون له. ما سمعت ترى الإبراهيمي شي يقول لا هو طويل ياك متعلي ولا هو قصير يسحب ثيابه صاير عندهم هالإبراهيمي. بخبركم الحين جريبة وصل بوظبي ويف بوظبي الحين هنا جريبة الوثبة يعني سؤال والله بالريال يعني قبيلي ما برأي ما أرد عليه ولا عاد ما بوبل كل سؤال أرد عليه خاص لا عاد الحين هو سؤال لأنه سألني سؤال المعلومة واخذنها من العام فبردها بالعام والله متردد أرد ما أرد أرد ما أرد عقبوي عزمتك في خاطري بتوكل على الله وبرد ولا في الكائنات يكون حد بينقم حد بيوز حد ما بيوز توكل على الله. سؤالك كان كالتالي خالد بالله عليك شو معنى كلمة فافت أو حب حوب يعني ما بعرف شو أرد الفافت والحب حب حد يسميها حب حب حد يسميها حب حوب لكن الأغلبية يسمونهن حب حب. الدياي العادي ليه تعرفونها هي غير هايتي ريولها تكاد لا ترى أبدا ريولها مساوي الأرض الدياي العادي والدياش العاديات تحيدون شري عيناتن على طول الكعب ها فتر فتر وشي ثلاث رايبات وشي فتر كذا نوع يعني وأقيامهم تختلف العربيات يعني الدياي الدار على 30 درهم 25 درهم الزين الزين 50 لكن الفافت هاي القصيرونة اللي يوم تمشي تشنها تتدربح هاي ابوي ب150 تبتاع عيل نفس الشيء لكن هاي قصيرة في السنين الأولية يسوونها مغي وسوالف يعني ويا العرب الآدمي القصير يقولوا له يا الفافت يا الحبحوب أو يا الحبحب. الحين مرة هنا في نص بنياس في نص بنياس باجي اللي إن شاء الله 10 دقائق بوصل بيت إن الله راد وشكر شكر خاص حق بهزاع الدرعي شكر خاص حق بهزاع الدرعي العيناوي على هالمعلومات القيمة اللي خبرني بها البارحة جزاه الله خير. وابوي وصلت انا بيتنا الحمد لله رب العالمين. هذا ابوي لا تاخذ على الغريب عاده ترى الغريب انتهى بلاده. وصلت بيتي بحفظ الله ورعايته. ها ذيك وين سيارتي ها شوفوا حليلها حليلها يلا يا ابوك ما ودك تنزل السياره تتوحي بضبي كانك توايج ويه جدر يفوح ماريال يطابخ هالشي ابوكم.